بمناسبة بقى الكلام على الشناوي، خلينا نقول أفضل 3 لعيبة مباراة طلائع نقول الجيش. أفضل طبعا 3 لعيبة حضراتكم اخترتوا أفضل 3 لعيبة من وجهة نظركم في مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري اللي فاتت، وكان في المركز الأول وأعتقد باكتساح، وأحمد هيقول لنا الكواليس برضو. طبعا كابتن الشناوي في المركز الأول بعد اختيار حضراتكم، وفي المركز الثاني جه طبعا اللي تألق في المباراة دي بشكل كبير أجاييه. الحقيقة كان يعني هدفين لأجاييه في المباراة، وفي المركز الثالث طبعا كابتن أفشة. طيب شناوي، أجايي، أفشة، دي كانت اختيارات جماهير النادي الأهلي. لكن أنا عايز أقول لحضراتكم على نقطتين مهمين جدا. المركز الأول، مركز عادة بيبقى فيه ماتشات كتير جدا بيبقى النجم الأول أو المركز الأول محسوم وباكتساح، وبيبقى فيه اتفاق من أغلب الجماهير على اسم لاعب، لكن ما حصلش في كل ماتشات الأهلي، كل ماتشات الأهلي من أول السيزون إنه يبقى فيه اكتساح للاعبين اتنين، الشناوي وأجاي. كل جماهير النادي، وفي كتير من الجماهير على فكره رفضت انها تدي مركز ثالث، يعني في كتير من الجماهير شافوا انه الشناوي وأجاي فقط هم اللي بيستحقوا تصويتهم في عمليه تصويت على ماتش الاهلي والجيش، وكانت دايما الشناوي أجاي الشناوي، لغايه ما قدر الشناوي في الامطار الاخيره انه يحسم المركز الاول لصالحه. مين اللعيبه اللي كانت بتتنافس على المركز الثالث؟ كانوا الحقيقه 4 لاعبين اجادوا من وجهه نظر جمهور النادي الاهلي، وان كان أفشة في النهايه اللي حسم النقطه، لكن كان معاه الحقيقه وبرده كانوا قريبين جدا منه محمد هاني، وكان معاه بدر بنون، وكان معاه ايمن اشرف، لكن بفوارق بسيطة جدا قدر أفشة ان هو ياخد نقطة ويحتل المركز الثالث.